بعد جملة الإشاعات التي اجتاحت قطاع التربية حول طريقة احتساب منحة التقاعد، كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن كيفية احتسابها، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يوجد أي تغيير. هاجر زليلف. لو عدنا 10 سنوات للوراء نجد راتب الأستاذ زهيد مقارنة بال5 سنوات الأخيرة، وبالتالي عند احتساب منحة التقاعد ب10 سنوات بدل من 5 سنوات تنقص المنحة، ما دفع بالكثير إلى تسرع ودفع ملفات التقاعد قبل تفعيل قرار إلغاء التقاعد النسبي، لكنها مجرد إشاعات فندتها مسؤولة القطاع. بزاف إشاعات خاصة داخل القطاع، واللي يقولوا لهم باش يحسبوا لكم الأجرة غادي يرفدوا ال10 سنوات القديمة، وهذه غير معني بها منها، وتبقى لي 5 ديرنيغ زاني يا با تشانجمون، المردودية ما تدخلش في الحساب با دو تو، بابقى تبقى منحة المردودية تدخل في حساب الأجرة اللي يخرج بها الموظف من بعد التقاعد. حتى مسابقة توظيف الأساتذة وتنصيب المؤطرين في المؤسسات التربوية تأثر بملف التقاعد النسبي، وهذا ما ظهر جليا في اللجوء إلى توظيف 45 أستاذ احتياطي بسبب الشغور المفاجئ. افتحنا لمناصب شاغرة 28,000 واليوم وظفنا 63,000، معناتها اللي كانوا حطوا الملفات تاعهم تقاعد خاصة النسبي، باسكو هو العدد أكثر من التقاعد يعني العادي، هم اللي وظفناهم في إطار هذه العملية. ملف التقاعد النسبي أخذ حصة الأسد من النقاش على طاولة بن غبريط، والذي يمثل الشرارة الكهربائية بين مسؤولة القطاع وشركائها، خاصة إذا تعلق الأمر باستقرار المنظومة.